اول حاجه هنعملها مع بعض هتكون تشيز كيك بالبطاطا. ومقادير التشيز كيك طبعا القاعده اللي هي بالبسكوت هتكون عباره عن 2 كوب بسكوت مطحون مع 5 ملاعق زبده مذابه. والتشيز كيك نفسها هتكون عباره عن 800 جرام كريم تشيز، 1 معلقه صغيره فانيليا، 4 بيضات، كوب ونص بطاطا، طبعا البطاطا هتكون مشويه في الفرن ومهروسه، 1 علبة حليب مكثف محلى، نص كوب كريمة حامضة، 1 معلقة كبيرة قرفة، 1 معلقة صغيرة جنزبيل مطحون، 8 معلقة صغيرة قرنفل مطحون، 8 معلقة صغيرة جوزة الطيب، وربع معلقة صغيرة ملح. ودلوقتي نبتدي. عندنا الزبدة مفروض تكون سايحة سايحة في الميكروويف، وبعدين نحطها على البسكوت. أحطها على البسكوت وأقلبها معايا. وبعدين أحطها في صينية التشيز كيك وأدخلها الفرن علشان تستوي وتتحمر لحد ما أحضر حشو التشيز كيك. ونضغط بيها أو نضغط بيها سواء بالمعلقة أو بإيدنا. وندخلها الفرن. ودلوقتي نيجي لحشو التشيز كيك. هنحط الكريم تشيز والبطاطا المهروسة والبيض والكريمة الحامضة ساور كريم والحليب المكثف المحلى، بقية المقادير الجافة كلها من بهارات اللي هي القرفة وجوزة الطيب والملح. يعني هنحط المقادير كلها على بعضها. وبعدين هنجيب المضرب الكهربائي وهنضرب المقادير مع بعض. دلوقتي المقادير اتخلطت كويس مع بعض. نجيب الصينية من الفرن. زمان القاعدة بتاعتها استوت خلاص وتحمرت كمان. زي ما احنا شايفين اللون بتاعها بقى شوية محمر. ودلوقتي نحط خليط التشيز كيك اللي بالبطاطا في القاعدة. ونسويه.
وطبعا زي ما احنا عارفين هندخله فرن مع حمام مائي على 150 لمدة ساعة وربع. ودلوقتي نجيب الجاهزة ونزوقها مع بعض.